خليني أقول لكم شغلة غريبة عن اللي جيله رشح أو زكام أو فيروس، ما أعرف قولوا إذا أنتوا تعانون منها أو لا. لما أكون نايمة أنا ما فيني شيء، مستمتعة كذا نايمة، لا صحيت رشحت، جيت الآن جالسة أفكر وأنا أصلي، انتبهت عليها، إيه أنا كنت نايمة ما فيني شيء، لا عندي رشح، لا عندي، ما عندي شيء، I'm fine, I'm so good. أنا صحيت جالسة أصلي وحسيت أني أنا عندي رشح وكذي وصعوبة في التنفس. تذكرت كلام الدكتور في شيء طب اسمه الطب الشعوري التصنيفي، أنه ينسب كل عارض جسدي تمر فيه إلى حاجة نفسية، which is هذا هو أصح شيء. من الآخر، من الآخر، أي مرض نمر فيه، أي رشح في ولا وفي ولا في وراء عارض نفسي. جست كلمت، تذكرت كلام الدكتور، قلت طيب أنا شنو العارض النفسي اللي خليني لا شنو اللي فكرت فيه أول ما صحيت من نومي اللي خلى الرشح وأنا ما كان فيني شيء وأنا نايمة مبسوطة أتنفس صح وكل شيء صح، ليش يوم إني صحيت بعدها بعشر دقايق ابتدى الرشح وعيني وكذي، شنو اللي فكرت فيه في هالعشر دقايق؟ اكتشفت إني أنا فكرت في شيء أزعجني، إنزين صراحة واحد أزعجني، يعني واحد جالس أفكر هو ليش يسوي كذي وشنو مشكلته الحقيقية وهو يكذب. فجلسة أول ما صحيت أفكر، لأن صحيت بعد شوي شفت التليفون وكذي فجايني مسج من عنده، فقعدت أفكر إنه هو في شيء غلط في قصة هالصبي، يعني في حاجة غلط وأنا إحساسي ما يخطئ وهو صادق، يعني هو شخصية صادقة. إنزين يقول لا أنا عندي وضع 1 2 3 situation وأنا الوضع هذا شايف إنه صدق، بس في شيء ما بين الوضع وما بين التصرف اللي هو قاعد يتصرفه مو مفهوم، عندي مسوي question mark. حين نجيبها إيش دخلها في الرشح؟ النوز بنات وشباب خلي أعلمكم هالشغلة، النوز أو الخشم، ليش يقول لك هذا الشخص nosy، it's a nosy person، يعني فضولي حاشر خشمة في كل شيء. الإنسان اللي يحب يعرف شيء وتدور في باله أسئلة يسمونه نوزي أو يسمونه فضولي أو حاط خشمة في كل شيء. إذن الجيوب الأنفية ومنطقة الخشم ليش يجيها رشح؟ لأنها تضعف. تضعف ليش؟ تضعف لأن أنت عندك أسئلة فضولية تبغى تعرف إيش صاير، سواء مع نفسك وضعك تبي تعرف وضعك إيش صاير فيه، سواء مع ظرف انت جالس تمر فيه، حد قاعد يوعدك وعد ما انت عارف وحينفذ او لا، وظيفتك ما... في نوز، في حاجه فضول عندك تبي تشبعه، تبي تفهم وما عندك الاجابه، لا تمتلك الاجابه. يقوم الخشم يمرض، يا جيوب انفيه، يا رشح، يا صعوبه التنفس. ليش؟ لان الخشم واجبه اللي هو مخلوق فيه اللي هي الشمشمه عن الامور. يعني مثلا هلا أقول لكم الحيوانات، أي ماما هاتي هنا حبيبتي، الحيوانات يعني الكلب مثلا يشم المخدرات بأصنافها ويعرف الشخص اللي خايف إنه هو حامل شيء أو لا. بعض الأحيان في كلاب هو مو مشممين مخدرات، هو فقط يشم هرموناتك، يشم وين هرمون الخوف عندك، وين القلق، وين، ويميز، فيقوم إيش يناهش عليك. إذن الذاكرة الحقيقية الأصلية السريعة الأولانية في الحيوان وفي الإنسان هي هنا. فلما يصيبك شيء في الجيوب الأنفية في النفس في حاجتين، إذا كان الخشم سكر عندك وما في رشح معناها أنت غير مستصيغ، لأنه النفس أداة حياة، أداة رغبة في الواحد لما يبي يقول، يقول عدت روحي
ليش؟ لأن النفس هو روح، هو الإنسان أول ما يخرج للحياة يتنفس، قبل يموت آخر ثانية يقطع النفس. إذا النفس أداة الحياة الأولى، عن طريق وين؟ هني. فلما يسكر النفس، هذا العارض الأول، إذا سكر عند الشخص ماكو نفس، سكر عنده عوارض إنه يتسكر النفس عنده، داس مين؟ هذا الشخص من غير ما يدري هو ما عنده رغبة في الحياة، مو عاجبته، زعلان من الحياة، عتبان على الحياة، مو راضي، عنده حالة زعل. فخشمه عشان يساعده في هذه الفكرة اللي هو رسمها لنفسه يقوم يسكر. هذه واحد، هذا يتكلم عن الطب الشعوري، اسمه الطب الشعوري، الفيلينج ميديسين او الفيلينج ميديكال او وات ايفر سموه اللي تسموه. اثنين، اذا رشح، لا انا اثنين، اذا كان رشح، انا عندي رشح، سيلان، سيلان معناها انا عندي فضول اعرف، فضول اعرف ومش عارف، فما اقدر. فالخشم يعطي إشارة إن أنت قاعد تستهلكني كأداة أكثر من اللازم. أنا خلقت إني يكون الفضول عن طريقي، خلقت يكون النفس عن طريقي، بس أنا لم أخلق إنك أنت تحمل علي أجوبة ما عندي إياها، أسئلة أنت تبغاها أجوبتها أنا ما عندي إياها. مثلا الحين أنا اللي حاصل معاي الفضول اللي عندي مع الشخص، أبغى أعرف هو ليش صار في تغيير في شخصيته كذا. هذا ما يخص شمس عشان شمس تجاوب، لو السؤال يخص شمس بجاوب نفسي، بعرف الإجابة من خلال حياتي، فخشمي يهدأ، فما يعطيني الرننج نوز، الرشح. تمام. لكن لما السؤال يخص غيري، خشمي من وين يجيب الإجابة، أو أنا من وين أجيب الإجابة، فيضطر يرشح حتى يقول لي إشارة إنه هاي ستوب، أنا جالس أشيل حمل واحد آخر، أنت جالس تسألين عن واحد آخر مالنا خص فيه. سو فكرت وقررت إني أنا من لا شعوري، ترى الموضوع لا شعوري، ها حبيبتي جيبي هنا ماما، لا شعوري. فكرت وقررت اني انا دامني لا شعوريا افكر في هذا الانسان، وافكر وش فيه وش صاير، لاني اوقف تفكير فيه توتالي. الله يوفقه، صار معاه ما. فاللي ابي اوصله لكم اني انا خلاص الان immediately خدت القرار لما شفت ان الموضوع جالس يضرني على المستوى النفسي، تمام، على المستوى الجسدي I'm fine، لا عندي حرارة، لا عندي شيء، لا ليه الرشح، ليه ما أعرف وشو. طيب ما أنا واحدة دارسة، ما هذا تخصصي، ما أنا واحدة المفروض عندي علم، شلون ما أعالج نفسي في الأمور اللي زي كذا. أوكي، أنا نسيت، أنا سهيت. فأخذ قرار إنه هذا الشخص، خذ قرار حقيقي من جواي، مو قرار من برا، لا، ان هذا الشخص ما راح افكر هو شنو قاعد يمر فيه. الله يسهل له، الله يوفقه اللي قاعد يمر فيه، خلاص ايا كان، لان جالسه اتضرر. وخص الانسان لما في الارم، في علامه استفهام عند الشخص، ثق ان ما راح تجيك علامه استفهام والار اذا ما كان في شيء، اذا ما كان في حاجه غلط. نو واي. فلي انا قاعده شاغله نفسي وكذا وهاو باي. هذه واحدة. اثنين، الانسان لما يكون نايم المخ عامل شت داون، فما في فكرة، فالجسم يعالج نفسه، يصلح نفسه. عشان كذا دايما في كل مدارس الطب المحترمة في العالم، اول حاجة يسوونها يعطونك اشياء تخليك تنام، مش المنومات الفيك اللي تسوي اكتئاب وامراض، لا، هنا ماما يعطونك اشواغاندا، يعطونك الاعشاب اللي تهدي. ليه؟ لانه يقول لك وانت نايم مخك ما في فكره، انا بطفي المخ، لان الجسم عشان يعالج نفسه يبي المخ يكون يطفي، حتى هو يعالج اعضاءه واحد ورا الثاني من غير ما يزعج المخ في الافكار.
هذه تجربة بنفذها قدامكم. الحين أخذ قرار أني أنا من جواي ما راح أفكر في هذا الشخص هو ليش قاعد يسوي كذي. أوكي، قرار داخلي مش من برا، لأنه ما يتعالج إذا كان من برا. إحنا ما نقدر نكذب على الكون كله، بس مو على أجسامنا، الجسم ما تقدر تكذب عليه. اثنين، برج